طبعا اليوم بلدة بني معن عندهم حملة تبرع للدم، وهذه رقم التاسعة، وهذا الاستقبال هنا وبعض الأركان فحص الدم تنفرجكم أكثر. هذا القسم حق فحص الدم، القاعة للمتبرعين. شفت الأسرة هناك معيد مع الدكاترة، صراحة عمل جبار، يعطيهم ألف عافية. شوف الأسرة وبعض المتبرعين. تبرع الدم في بني معن وفي الأحساء ليس مجرد تبرع، بل عندهم أركان مصاحبة، يعطيهم ألف عافية، عمل جبار مثل ما ذكرت.